في خناقه تانية، عمرو عبد الهادي وسليم عزوز. عمرو عبد الهادي اخواني، وسليم عزوز احد مرتزقه الاخوان او احد المؤلفه قلوبهم عند الاخوان. قال له اهو سليم عزوز لم يترك مناسبه الا هاجمني، وهو اعلامي ماجور، قبض من بن علي رئيس تونس ومدحه، قبض من الامارات وهاجم الرئيس مرسي قبل الانقلاب، وقبض من الجزيره لما لقاها مع الشرعيه، وقبض من ايمن نور لما مدح الاصطفاف والحوار وهاجم الاخوان ولا زال يتنقل بين السبوبه. عمرو عبد الهادي وقع مع مين؟ مع سليم عزوز. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. بيقول فيها سليم عزوز اهو، الجاهل سليم عزوز اللي معاه دبلوم صنايع صبي ايمن نور في جريده الغد بيهددني بالقضاء البريطاني ولانه جاهل. يعني طبعا انا مش عايز اخش في حته الشتايم، لكن عمرو عبد الهادي رخيص بيهاجم سليم عزوز الاكثر رخصا. يعني هما الاثنين معركه الرخص بين عمرو عبد الهادي وسليم عزوز. كلاهما باع، باع ايه؟ باع ضميره، باع وطنه، باع دينه، وهما الاثنين مسامير في احذيه الاخوان، وهما الاثنين يمكن ان نطلق عليهما نائحات مستاجرات.